أهلا بكم لمتابعة كلام بيروت. ببداية هذا القسم ستافرو جبرة بجريدة البلد وتحت عنوان اليوم جلسة حوار جديد بقصر بيت الدين، رسم الرئيسين سليمان والحريري وقد اندفع نحوهما أخوة شناي. فعلق رئيس الجمهورية لو بيحضر أخوة شناي كان بيمشي الحوار مثل المي. شو قصده برأيك بهالتعليق أنه حوار الحوار بده مواقف خوت حتى تمشي الحوار بهالبلد؟ وهالبلد مواقف خوت من اي ناحيه؟ يعني خوت يعني تقول اشياء شوي غريبه ومستغربه، حتى انه بلد هالقد مخربط انه بده اخوات شناع تقدروا يفهموا عليه. اخوات شناع بتعرف وقت اعلى مواقف غريبه جدا يوم ذا بطريقه شق الطرقات بايام فخر الدين. فبالتالي يعني بده واحد يكتبوا له اخوه تحكي وعقل يسمع.